كان يا ما كان، كان في زمان تلات صحاب قريبين من بعض قوي، اسمهم زيدان وعمر والإرديامن. التلاتة كانوا بيعملوا رحلات مع بعض، وفي يوم من الأيام راحوا الكامب بتاعهم عشان يعملوا رحلة جميلة من رحلاتهم. وبعد ما خلصوا كل الكامب وفرشوه، زيدان قال: ياه أخيرا خلصنا، ده أنا تعبت قوي قوي قوي، وأنا كمان تعبت جدا، أنا مش عارف كل التعب ده هيخلص إمتى. خلاص يا أصحابي، أنتوا عملتوا كل حاجة، ما فاضلش حاجة تاني تتعمل، كل حاجة بقت كويسة أهو، أنتوا بقى زعلانين ليه؟ دلوقتي هتبدأ الفسحة وكل حاجة هتبقى تمام. انت عندك حق يا يامن، احنا خلاص دلوقتي خلصنا كل التعب وهنبتدي خلاص نلعب ونستمتع بقى. خلاص كل واحد يشوف هو هيعمل ايه. انا شخصيا هروح اقعد جنب النار الجميلة دي علشان تديني شوية دفا، وانا كمان همسك الجيتار ده وهلعب بيه شوية علشان انا مبسوط جدا جدا ان احنا خلصنا كل التعب ده واخيرا هيبقى فيه هدوء. اما انا بقى يا اصحابي هروح ادور على شوية موز عشان الموز وحشني قوي، ودي غابة اكيد هلاقي فيها شجرة موز كبيرة جدا جدا. بس يا يامن انا اخاف عليك تمشي بعيد عننا لحسن تتوه، وخصوصا ان ده مش مكانك. ما تخافش عليا يا زيدان، انا اعرف كويس قوي 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 احافظ على نفسي. خد بالك طيب من نفسك يا يامن. اه يا عمر انا هاخد بالي من نفسي، ما تخافش عليا خالص. وكل واحد من الأصحاب راح علشان يعمل الحاجة اللي هو قال عليها، ويامن خد نفسه وابتدى يمشي علشان يروح يدور على الموز بتاعه. وهو ماشي لقى فيه قدامه شوية مية زي النهر الصغنن كده وعليهم حجارة، قال لنفسه هعدي عليها عشان أوصل للناحية التانية. وفعلا عدى ووصل للناحية التانية يا أصحابي، وخلاص راح علشان يدور على الموز، لقى قدامه بيت جميل، قال لنفسه لما أطلع كده أشوف البيت دوت شكله إيه، شكل البيت دوت جميل خالص، يا ترى بقى صحابي ممكن يجوا هنا ويعدوا عشان يشوفوا البيت ده، ولا أنا أخد الموز بتاعي وأدور على الشجرة وأرجع لهم بسرعة. يامن قال لنفسه لا خلاص بقى، أنا هنزل وهشوف الدنيا شكلها إيه تحت وأدور على الموزة بتاعتي وأرجع لأصحابي بقى كفاية كده. وفي عز ما هو ماشي لقى قصاده تعبان. يا خبر أبيض، إيه التعبان ده؟ ده أنا بخاف جدا من التعابين. تعالى هنا، أنت إيه اللي جايبك المنطقة بتاعتي؟ أنا مش جاي المنطقة بتاعتك ولا حاجة، أنا كنت جاي أدور على موزة وكنت ماشي. تعال هنا، رايح فين؟ أنا قلتلك امشي؟ أنا ما قلتلكش امشي. طب أنت عايز مني إيه دلوقتي؟ أنا هاكلك، هعضك، هموتك. لا أرجوك متعملش كده، أنا كل اللي كنت عايزه إن أنا أجيب موز بس، سيبني أمشي، سيبني 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 سيبني. تعال هنا، أنت فاكر إن أنت هتهرب مني ولا إيه؟ أرجوك سيبني، أنا مش عايز مشاكل خالص، أنا عاوز أمشي أروح لأصحابي، سيبني سيبني. ويامن قعد يرمي الموز على التعبان علشان يخوفه ويخليه يسيبه، وقعد يجري 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 علشان يبعد عنه، يجري يجري والتعبان يجري وراه، ويامن يجري والتعبان يجري وراه، لحد ما يامن وصل لحد المية وحب يعدي علشان يروح الناحية التانية. قام التعبان جاي محصله وراح جاي هوب عضه. يامن قعد يقول اي اي اي، وعد على بسرعة على الحجارة علشان يروح عند اصحابه اللي بيحبوه وبيحبهم. وبعدين قعد يدور عليهم في كل حتة علشان يلاقيهم، وهو عمال يقول اي اي انا خلاص انا هيغمى عليا انا مش قادر، الحقوني الحقوني يا اصحابي، الحقوني يا اصحابي الحقوني. ايه ده ايه ده ايه ده، نور كده يا زيدان نشوف مين اللي هناك ده.
يا خبر ابيض ده يامن. يامن في ايه يامن؟ التعبان عطيني، التعبان عطيني. ما تخافش ما تخافش، انا دلوقتي هجيب لك دواء وهتبقى كويس وزي الفل. يا خبر ابيض، بسرعه بسرعه. والاصحاب يا اصحابي، كل واحد منهم راح وعمل الاسعافات الاوليه ليامن، ويامن بقى كويس وزي الفل. اشكركم يا اصحابي علشان انتوا ساعدتوني ان انا ابقى كويس، انا مبسوط قوي منكم. ما تقولش كده، احنا اصحاب يا يامن ولازم كنا نساعدك. طبعا طبعا احنا اصحاب ولازم نقف جنب بعض، ما كانش لازم ابدا تروح لوحدك عند التعبان الخاين ده. وخلاص يامن عرف غلطته، وتوتا توتا خلصت الحدوته. باي باي.